تحية للسادة المشاهدين أينما كانوا في سائر سوريا الحبيبة. طبعا دعاية النظام التي بثها البارحة على وسائل الإعلام التابعة لها والمتمثلة بقناة الدنيا والأخبار السورية والفضائية السورية بأن جيش وكتاب الأسد قد اقتحمت مدينة دير زرمة عدة محاور. نحن حاليا نلتقي بمجموعة من أبطال الجيش الحر في محور من محاور الجبهة الساخنة لغسان عبود وهي الجندول. نطلع على الواقع بشكل عام. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا معي أبطال الجيش الحر في هذه الجبهة. أخي الكريم بداية السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. دعاية النظام التي بثها عبر وسائل الإعلام التابعة له بأن كتاب الجيش السوري التابع للنظام السوري قد اقتحمت المدينة من عدة محاور. نحن حاليا في الجبهة الساخنة الغساء عبود. ما تعليقك على هذا الموضوع سيد الكريم؟ أول شيء احنا منتشرين هون بالجبهة اللي هو يتكلم عليها وإحنا مغاطين هون، وإن شاء الله إن شاء الله مستحيل يتقدم خطوة واحدة لقدام طول ما إحنا موجودين هون. أخي الكريم أنتم مرابطون الشهادة أو النصر؟ إن شاء الله النصر أو النصر، لأن الشهادة نصر والنصر نصر. طبعا تدور اشتباكات عنيفة بين أبطال الجيش الحر وكتاب النظام، يسقط شهداء من الجيش الحر. دعاية النظام بأنهم عناصر إرهابية مسلحة قد تم تصفيتهم. أبطالكم شهداء بإذن الله. إن شاء الله شهداء، شهدانا إلى الجنة إن شاء الله، وقتلهم في النار. طبعا نلاحظ وكما يلاحظ السادة المشاهدين عبر عدسة الكاميرا نسبة الدمار الهائل. يترجم النظام سيد الكريم فشل اقتحامي لمدينة دير الزور عبر هذا الدمار الذي يلاحظه السادة المشاهدين. ما تعليقك سيد الكريم؟ النظام قام يستعمل جميع أنواع الأسلحة اللي يضربنا بها، فإحنا إن شاء الله صامدون ونطمن إنه أهلنا إنه بدها طولة بال، لأنه إحنا قام قبل نظام صار له 40 سنة يجهز، وإن شاء الله إن شاء الله ندحره ونسقط نظامه بعون الله بعون وبهمة الشباب الموجودين إن شاء الله. يبث النظام السوري ويستعمل بعض ضعفاء النفوس لبث الفتنة بين المواطن المدني بأن كتاب الجيش الحر في مدينة دير الزور قد تأخرت نوعا ما في تطهير مدينة دير الزور بالكامل. أخوي مثل ما قلت لك إنه إحنا هنا قام قبل نظام قوي، فبدنا إحنا نخطط ونطول بالنا شوي من شان إن شاء الله نحرر المدينة تحرير واحد، وإن شاء الله ما يعني قريب إن شاء الله نطمن أهلنا أنهم يرجعون على البلد والبلد تكون محررة وجاهزة. أخي الكريم أي نقول للسادة المشاهدين أو المواطن المدني في دير الزور وسائل سوريا بأن المعركة ليست سهلة، نحن نواجه عدو حقيقي. إحنا نواجه عدو يعني قام سنده إيران والصين وروسيا، فبده عزيمة قوية إن شاء الله والشباب كلهم همة وعزيمة، ونخطط إن شاء الله وإن شاء الله قريب قريب تحرير دير الزور. رسالة طمأنة إلى المواطن المدني والمهجر خارج المحافظة. والله نطمن أهلنا بجميع المحافظات اللي نزحوا لها، ونطمنهم إنه إحنا أول شيء بخير، وإن شاء الله النظام ساقط، النظام ساقط وبأقرب وقت إن شاء الله. نحن معكم قلبا وقالبا شهادة ونصر. طبعا يعطيكم العافية. تكبير الله أكبر. قائدنا للأبد سيدنا محمد، قائدنا للأبد سيدنا محمد. كنا معكم من أحد الجبهة الساخنة وهي جبهة غسان عبود. بعض أبطال الجيش الحر أدوا بتصريحات مشجعة إن شاء الله الشهادة والنصر. نلقاكم في تقارير قادمة. أنا قاسم الفراتي، دير الزور.